في ناس كتير كانت بتسألني في التعليقات عن أسعار الديوز في اسكندرية، فجمعت لكم أسعار كل الفنادق تقريبا، بس حبيت أفكركم يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك عشان نقدر نوصل ونحسن من نفسنا إن شاء الله. ولو في فندق ناقص ولا حاجة يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. الديوز يا جماعة عادة بيبدأ من 9 الصبح ل 6 مساء، وأنا أتمنى شخصيا إن هم يمدوها للساعة 8، خاصة إن المغرب بقى 8 ونص. في فنادق محترمة بتخليها لحد الساعة 7، بس أنا أتمنى والله إن هم يمدوها لحد الساعة 9، خاصة إن غروب الشمس الفعلي بقى حوالي الساعة 8 ونص. والديوز نوعين يا جماعة، في نوع بالغرف وفي نوع من غير غرف، يعني استعمال شاطئ أو بول بس. وبمناسبة الشواطئ، في فنادق كتيرة جماعة الشواطئ بتاعتها مقفولة السنة دي لأن في شغل إنشاءات توسيع للطريق، ففنادق قليلة جدا اللي بتسمح بنزول الشاطئ، وهقول لكم في الفيديو. وتعالوا نبدأ بالفنادق اللي عاملة ديوز استعمال شاطئ وحمام سباحة بس، ونبدأ من تحت لفوق. أرخص فندق فيهم هو فندق إسترن المنتزه، رسمة خد الفرد 350 جنيه شامل استعمال البول بس، لان الفندق مش على البحر. اما لو حابب تحجز اوض هقول لكم سعرها في الاخر، بس خلينا دلوقتي في موضوع الشاطئ وحمام السباحه بس. الاعلى منه شويه فندق جولدن جول، رسم دخول الفرد 400 جنيه، اما الويك اند بيزيد 100 جنيه، يعني بيكون ب 500 في الخميس والجمعه، وبيكون معاه سندوتش ومشروب. المبلغ ده يا جماعه للشاطئ فقط، اما لو عاوز تستعمل البول بتزود 150 جنيه للفرد. واهم ميزه موجوده في الفندق ده ان هو قريب لمحطه سيدي جابر، وان هو على البحر مباشر، مش محتاج ان انت تعدي الشارع. يعني جولدن جول ده يا جماعه استعمال شاطئ. عاوز تستعمل حمام السباحه بتزود مبلغ، عاوز بقى تحجز اوضه ده موضوع تاني خالص. بعد كده سان رايز افينيو اسكندريه اللي كان ازور سابقا، رسم دخول الفرد لاستعمال الشاطئ 1500 جنيه، بالمناسبه الرقم ده كان السنه اللي فاتت 750 جنيه، يعني تضاعف في سنه واحده استعمال شاطئ. طبعا الفندق كويس جدا، لكن 1500 كتير برضه كفرد واحد كتير، وبالمناسبه اسعار الاوض فيه بتبدا من 5000 جنيه بالفطار. بعد كده فندق الفور سيزون اللي في سان ستيفانو، رسم دخول الفرد للشاطئ 2250 جنيه للفرد الواحد، وده يعتبر اعلى فندق في مصر في الديوز، 2250 جنيه للفرد الواحد. بول ده طبعا موضوع تاني، اما الغرف بقى دي حاجه تانية خالص، ومش بحبزه قوي لان سعره مبالغ فيه. تسال يا جماعه الفندق هنا الفلسطين ده للاسف ما فيهوش ديوز، لا شاطئ ولا غرف. هقول لكم انا بقى دلوقتي على اسعار الغرف، بتبدا تقريبيا من 10 الصبح ل 6 بالليل لمده 8 ساعات. في فنادق محترمه عامله الفكره دي، وفي فنادق بترفض الموضوع ده، يقول لك انت كده بتعطل له الاوضه، انا بايعها ليله كامله افضل. وتعالوا بقى اديكم فكره عن الاسعار. فندق توليب بيديك الاوضه لشخصين ب 2500 جنيه شامل استعمال البول، لان الفندق مش على البحر مباشر، في قدامه فندق سان رايز، فال 2500 دول غرفه زائد بول. بعد كده فندق الشيراتون نفس السعر برضو، 2500 جنيه للشخصين، 2500 جنيه ديوز شامل استعمال البول، لان للاسف الشاطئ مقفول بسبب موضوع الانشاءات اللي اتكلمنا عليه. ولو بتخيرني اقول لك خد الشيراتون وما تاخدش توليب، يعني انا بفضل الشيراتون علشان الفيو البانورامي على المنتزه. بعد كده يجي فندق هيلتون بلازا، وده سعر الديوز فيه 3700 جنيه، سعر الغرفه تقريبيا 3700 جنيه، وانا بقول تقريبيا لان للاسف الفندق ده بيتبع سياسه الاسعار المتحركه، والفنادق دي احنا كشركات ما بنحبش التعامل معاها، احنا بنحب الفندق يكون له سياسه اسعار واضحه طول السنه، يعني ابقى عارف سعره في شهر 7 كام، في شهر 8 كام، اما الاسعار متحركه حسب الامكانيه وشغل البورصه ده احنا ما بنحبه، بنحب يكون في اسعار ثابته وواضحه. للاسف في اسكندريه الفندقين دول بيتبعوا السياسه دي، والفندق التاني هو الفور سيزون، بس الحمد لله في بدائل تانيه كتير. اتمنى اكون فدتكم النهارده يا جماعه، ولو انت استفدت اي حاجه من كلامي يا ريت تدعمني بلايك واشتراك عشان نقدر نواصل ونقدم الاحسن ان شاء الله. ولو عندك اي تعليق عن الاسعار او اي استفسار يا ريت تكتب لنا في التعليقات. بشكركم مره تانيه ونشوفكم على خير.